والله والله هي اقوى ضربه للنظام باذن الله تعالى، وسنحرر حلب باذن الله. اليوم باذن الله اكبر عمليه سويناها ان شاء الله، والايام الجايه ان شاء الله حلب نحررها. بشهاده شهود، انها المعارك الاعنف التي تشهدها حلب منذ بدء الصراع العسكري في المدينه في شباط 2012. امتار قليله تفصل بين المتحاربين من قوات النظام ومقاتلي المعارضه الذين يخوضون اشرس المعارك على ابواب مبنى المخابرات الجويه، اهم المراكز العسكريه للنظام غرب حلب. تقول المعارضة إنها سيطرت على نحو 20 مبنى في محيط فرع المخابرات، من بينها مبنى القصر العدلي الملاصق له، وتعتبر أنها باتت على قاب قوسين أو أدنى من إحكام السيطرة على فرع المخابرات الجوية. أما النظام فأكد أن الجيش السوري ما زال يسيطر على هذا المبنى. المعركة هنا تكتسب أهمية استراتيجية، ليس فقط لما يشكله مبنى المخابرات من ثقل عسكري للنظام، إنما لموقعه على مدخل حي جمعية الزهراء، حيث تقول المعارضة إن الميليشيات الشيعية تتمركز فيه. وتعتبر المعارضة أنها في حال سيطرت على هذه النقطة الحساسة فإن هذا سيسهل عليها التقدم نحو بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين، كما سيفتح لها طريق الإمداد من الحدود التركية إلى داخل مدينة حلب. ما ساعد المعارضة في التقدم على هذا المحور الذي كان يعتبر حصنا منيعا للنظام هو سيطرتها قبل أيام على منطقة ليرمون المجاورة. وعلى هذه المنطقة صب النظام في الساعات الأخيرة براميل متفجرة استهدفت بكثافة دوار المدينة. التصعيد غير المسبوق على جبهات غرب حلب أوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما خلف حركة نزوح كثيفة إلى خارج الأحياء التي امتدت إليها العمليات العسكرية.